مرحبا، أنا هيثم دسوقي، 29 سنة من سوريا. سامحيني يا حياتي، هو عمل بسيط انعمل من وحي الحجر الصحي، بيحكي عن اثنين بيحبوا بعض وعن الظروف اللي ما عم تخليهم يجتمعوا. إن شاء الله بهالعمل نكون وصلنا لقلوب كتار ونكون قدرنا نقدم شيء إيجابي خلال هالفترة اللي حتمر إن شاء الله. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. لو فرضنا انه طلعنا ما في سيرفيس يرجعنا، اجرى للتاكسي ما معنا، وما برضى ابدا انه تحطي من مصروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك. صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. لو فرضنا انو طلعنا ما في سيرفيس يرجعنا، اجرى للتاكسي ما معنا، وما برضى ابدا انو تحطي من مصروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك. خايف انه حدا يعديكي وما تكوني معقمي ايديكي وبايدي سلم عليكي، انسى اني ممكن امرض وبقوي حوشك. حلي عني يا حياتي ما عاد بدي شوفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، صدقيني ظروفي صعبة متل ظروفك. لو فرضنا انو طلعنا ما في سيرفيس يرجعنا، اجرى للتاكسي ما معنا، وما برضى ابدا انو تحطي من مصروفك. سامحيني يا حياتي ما عم بقدر شوفك، حلي عني يا حياتي ما عاد بدي شوفك. فيديو حلو، موضوعه انه مشتاق لنصفه الثاني، مشتاق للحبيبة ويغني لها اغنية. بس اللي انا شوي يعني ما فهمته، لغة الجسد تقول لا ولغة الكلام تقول انا مشتاق لك. احترت انا يا اسيل، شو السالفة؟ هذا اعتقد كان في سوء تنظيم، ما فهموها الكلام قبل ما تصور الكليب. بس بشكل عام ترى رسالته مرة حلوة لكل العشاق والمحبين، أكيد الله يجمعهم إن شاء الله ويكملون حياتهم ويجيبون أولاد وبنات ويخلفوا صبيان وأولاد. شو قلت أنا صحيح؟ لا مو بس كذا هشام، يعني هذه الأغنية مو بس. طيب لا ما حبش لك إياها، حقول اللي أبغى أقوله. هذه الأغنية كمان بصراحة تتوجه للأهل، في كثير ناس مشتاقين لأهاليهم وأنا واحدة منهم، يعني محرومة مو قادرة أسافر لهم، فحلوة الأغنية حابة أهديهم إياها بطريقة ثانية.